بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جديد خاص بالكمبيوتر وتحديدا بالويب والفيسبوك. هنتعلم إن شاء الله النهاردة مع بعض كيفية إضافة أصدقائك إلى المجموعات. هنذهب إلى مجموعة، هذه اسم المجموعة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. حضرتك لو حبيت تضيف أصدقائك للصفحة ديت، تذهب لإضافة الأعضاء وتبدأ تضيف عضو عضو اللي هم أصدقائك الشخصيين. في طريقة تانية إن أنت تدخل بريد إلكتروني، بس الطريقة دي مملة جدا، انك هتضطر تضيف اسم من اصدقائك. يعني انت لو عندك 1000 اسم مثلا، او 1000 عضو، او 1000 صديق، هتضطر تضيف واحد واحد، والطريقة دي مرهقة جدا. النهاردة في موضوع درسنا النهاردة هنتعلم كيفية اضافة اصدقائك للمجموعة بضغطة زر واحدة عن طريق سكريبت. اولا هنحمل ازاي السكريبت دوت. اسفل هذا الفيديو لازم تشاهده الان، هتلاقي الرابط دوت. هتيجي هنا اهوت، لو هنا دي معمولة كده عرض المزيد، تدوس على عرض المزيد، هتضغط على الرابط دوت. الرابط دوت هيحولك مباشرة الى المدونة بتاعتي، وهتلاقي في المدونة ديت اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة، اللي هو اضف اصدقاء الى مجموعات الفيسبوك بضغطة واحدة او بضغطة زر واحدة. حضرتك لو طلعت فوق شوية هتيجي هنا على المدونة، او دوست على الرئيسية هيحولك للصفحة الرئيسية للمدونة. حضرتك هتلاقي موضوعات كتير لو حضرتك حبيت تطلع عليها. خلينا في موضوع درسنا النهاردة، هننزل تحت رابط تحميل السكريبت، هتضغط هنا. مجرد ما تضغط هنا هيحولك للصفحة ديت. هتنتظر 5 ثواني هيجيب لك تخطي الإعلان، تضغط على تخطي الإعلان هيحولك للصفحة دي. هتيجي هنا اهوت، هتلاقي كلمة داونلود، هتدوس على داونلود هيحمل البرنامج. أنا حملت البرنامج مسبقا، السكريبت أقصد. أدي السكريبت اهوت بينزل مضغوط، تضغط عليه وتفك الضغط بتاعه. أنا فكيت الضغط اهوت، تضغط على الملف اللي نتج عندنا دوت دبل كليك، يفتح لك الصفحة ديت. ادي الكود اللي احنا عايزينه، ادي الكود اللي احنا هنستخدمه، الكود اللي فيه السكريبت. طب الصفحات دي ايه؟ دي الصفحات بتاعتي، بتاع جوجل بلس، وعندك صفحه الفيس، وصفحه الفيس الشخصيه، وقناه على اليوتيوب، والمدونه بتاعتي، والمجموعه بتاعتي. برضك حضرتك لو حبيت تشترك فيها بتضغط على دبل كليك، بيحولك للصفحه اوتوماتيك اللي هي اللي انت هدوست عليها، سواء المدونه او اليوتيوب او ايا كان اللي انت ضغطت عليه. وحضرتك لو حبيت تشترك في الصفحه دي بتدوس اشتراك. نيجي لموضوع درسنا النهارده، السكريبت. تضغط على الكود دبل كليك هيفتح معاك. ادي السكريبت، بتعلم هنا في اي مكان فاضي او في اي مكان حضرتك تحب تعلم فيه. بعد كده بتدوس كنترول وحرف التي عشان تعمل سيلكت اول لكل الكلام الموجود. حضرتك بتعمل كوبي، كليك يمين وتدوس كوبي. انا دلوقتي خدت الكود دوت او السكريبت دوت، هعمل ايه تاني؟ اذهب للمتصفح بتاعي. هذهب للمتصفح بتاعي ايا كان بقى، جوجل كروم، فايرفوكس، المتصفح اللي انت بتستخدمه. هاجي نهوت في شريط الديسك بار دوت، وادوس هنا كليك يمين. رجعنا لكم بعد الاذان ما اخلص. هضغط هنا في المتصفح بتاع كليك يمين، اقول له اضافه صفحه. اضافه صفحه جاب لي المحتوى دوت. فهنا في عنوان اليو ار ال بدوس هنا كليك وامسح ده كله، بعمل سيلكت وامسح دوت، واعمل هنا بيست السكريبت اللي انا خدته، اقول له لصق تمام، وهسمي دوت الاسم اللي فوق دوت، مثلا اسميه اضافه، مثلا اضافه الفيس، او اسميه المجموعه، ايا كان الاسم اللي انت عايز تسميه. اقول له حفظ، واقول له حفظ. ادي الزر عندنا اهو تحت اضافه الفيس، لان انا عندي الشريط مليان فنزل تحت نهوت. اما ادي الزرار اللي نتج عندنا اللي هو اضافه الفيس. وبعد ما عملنا اضافه للسكريبت في المتصفح بتاعنا، بنذهب لاحد المجموعات التي نريد اضافه اصدقائنا فيها. وهذه مجموعه على سبيل المثال، اولا نذهب الى المجموعه التي نريد اضافه اصدقائنا فيها، ثم نذهب الى السكريبت الذي اضفناه، نضغط عليه. بيقول لي انفايت 52 فريندز تو جروب، بيقول لي انت كده هتضيف 52 فرد او شخص او من اصدقائك لهذا الجروب. لو دوست على انفايت 52 فريندز بالفعل كما نلاحظ، تم بالفعل اضافه الاصدقاء. في فيل هنا 48، في 48 شخص، بيقول لك الشخص الذي حاولت اضافته للتو هو عضو في هذه المجموعه بالفعل. يعني ال 48 دول من ال 52 متضافين قبل كده، اما لو انت مش متضيفهم قبل كده فمش هيجي لك الفيل او الخطا دوت. وبحذرك لوجه الله، حذاري حذاري، تضغط على الزر دوت. لو ضغطت على الزر دوت ريموف وعدد الاصدقاء فريندز،
لو ضغطت على الزر دوت هتقوم بحذف جميع اصدقائك على الفيسبوك. انا بحذرك لوجه الله عشان ما ترجعش تدعي عليا. الزرار اللي احنا بنستخدمه او الزر اللي احنا بنستخدمه اللي هو انفايت فريندز، ان انت بتضيف اصدقائك للمجموعه. اما ريموف فريندز ديت انت مش هتحذف اصدقائك من المجموعه، لا انت هتحذف اصدقائك من صفحتك الشخصيه على الفيسبوك، فما تستخدمش الزر ده خالص. كل شغلنا هيبقى على الزر دوت انفايت فريندز تو جروب، اضافه اصدقائك لهذا الجروب. دلوقتي بعد ما اتعلمنا كيفيه اضافه الاصدقاء وكيفيه حذف الاصدقاء، اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم. ويا رب الفيديو لو عجبك ما تنساش تنزل اسفل الفيديو لازم تشاهده، تضغط على لايك، ولا تنسى الاشتراك في القناه. كان معكم اخوكم الفارس حسام، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.